استجابة واسعة للمواطنين لقرار ارتداء الكمامات بعد رهان الحكومة في تقليص عدد حالات الإصابة وربطه بإلزامية تطبيق شروط الوقاية والسلامة من خلال جولة عبر العديد من الأحياء الشعبية وكذا الرئيسية بالعاصمة. تجلى وعي المواطن وظهوره مستعملا قناعه الواقي. أنا ثاني يوم تاع العيد ونشوف الناس اللي عندهم رباطهم قاعد يلبسوهم، راهم لابسينهم الحمد لله، ولكن الاستجابة راهي مليحة. بصح هذو اليوم لابسين لي باظات اللي كانوا عندهم ما كانش لي باظات ناقصين، ما كانش اللي كان عنده راه يلبس. الناس هاي تمشي في الطريق وقاعد لابسين لي باظات الحمد لله، وان شاء الله يوفروا لهم، ان شاء الله يكملوا هكذايا باش ربي يرفع علينا هذا الوباء والبلاء ان شاء الله يروح علينا. مع فرض إلزامية ارتداء الكمامة باشرت السلطات الأمنية في تطبيق الإجراءات القانونية للمخالفين لقواعد السلامة. أما عن السلطات المدنية فلم تترك حياً ولا شارعاً إلا وجابتها بحملاتها التحسيسية التوعوية للتذكير وإعادة التفكير في مصابنا الذي ألم بنا وبالعالم بأسره وغير مسار الحياة. الواقي إجباري من ذلك اليوم لفوت بمطر أمرت